سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. واخيرا بعد غياب تقريب شهر وليت باش نصور لكم فيديو. في هذه المدة اللي فات ما قدرتش نصور الفيديوهات على خاطر درت لوبيراسيون على صبعي، كما راكم تشوفوا هنايا تكوبالي العرق والعصب. واليوم جاتني فكرة بسيطة باش نخدم واحد الديكور، قلت نبارطاجيها معكم ونتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم الفكرة. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تصلكم كل جديد. وبكرا نحوش الفيديو تاعي. انا عندي فقط هالوردات، كؤوس على شكل وردات، كانوا عندي غير محطوطين هكذا يعني ما فيهم حتى حاجة، قلت نمضي فيهم شوية باش يبانوا. عندي منهم خمسة. عندي ثاني هالنوع من لي بارل، وعندي هذا ثاني في زوج يعني الديكور، وعندي هذا الفاز. هذا هو ديكور تاعي، يعني فقط فكره بسيطه حبيت نبارطاجيها معكم. نتمنى ان شاء الله انتم ثاني تعجبكم. وبالنسبه لهذا المفرش اللي خدمته، اذا حبيتوا نخدمه لكم خليوا لي تعليقات نخدمه لكم ان شاء الله. وهكذا كنت في الفيديو تاعي نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وتبقوا على خير.